إذا من الشارقة مشاهدينا مدينة صحية إلى معسكر الحصاد التطوعي، ويعد معسكر حصاد التطوعي أحد أبرز الفعاليات التي تحرص دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة على تنظيمها، حيث تتواصل فعاليات النسخة السادسة من المعسكر الذي يأتي تحت شعار نتطوع لأجل الشارقة. التقرير التالي يسلط الضوء على معسكر الحصاد التطوعي في دائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية. خلونا نتابع. تحت شعار نتطوع لأجل الشارقة تتواصل فعاليات معسكر حصاد التطوعي السادس الذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج التدريبي لفترات الإجازات للطلاب والطالبات الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة على مستوى مختلف أفرعها بالإمارة في إطار مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية بهدف تعزيز ثقافة التطوع وغرس قيمها في مختلف المجالات لدى الأجيال المستقبلية. في فرع الدائرة في منطقة الحمرية كان طلبة المدارس المنتسبين للمعسكر على موعد يومي خلال الفترة من 1 وحتى 12 من يوليو الجاري لتعلم وتنفيذ مختلف الفرص التطوعية عبر حزمة من الأنشطة المختلفة التي تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم. معسكر الحصاد التطوعي السادس يهدف إلى غرس عدة قيم تطوعية في الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة. اليوم كانت فرصتنا التطوعية هي تنظيف بيوت الله وغرس عدة قيم في الأطفال مثل التردد إلى بيوت الله وإقام الصلاة والوضوء وتعليمهم الوضوء الصحيح، بالإضافة إلى تعطير المسجد. كما تم تطبيق عدة قيم تطوعية أخرى مثل توزيع وجبات على العمال والمبادرة التي سميت باسم أروي عطشت والتي ساهمت في توزيع عدة وجبات على العمال، وبالتزامن مع عام زايد تم تعليم الأطفال على غرس عدة أنواع من الشجر منها شجر السمر الغاف والذي كان يحبه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. السعي إلى المساجد والعمل على خدمتها وترتيبها وتعطيرها محطة تطوعية متميزة تأتي مكملة لمختلف الأهداف المرجوة من الفرص التطوعية المطروحة في المعسكر، لتكون الإجازة الصيفية اكتشاف لكل ما هو نافع ومفيد واكتساب يومي لمختلف القيم المضافة. احنا نشترك في المعسكر لأن يعلمونا فرص تطوعية كثيرة مثل الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، وتعلمنا أن نعطي العمال الماي والأكل. في معسكر حصاد تعلمت أني أقرأ القرآن وأتوضأ وصلي. معسكر حصاد التطوعي السادس حزمة متنوعة وثرية من التجارب التطوعية الميدانية الهادفة إلى استثمار أوقات الفراغ في الإجازة الصيفية لطلبة المدارس لتعليمهم العديد من القيم البناءة وحثهم على العمل العطاء لخدمة المجتمع والوطن.